وتحياتي للجميع، واليوم رجعت لكم بخبر جديد وكثير قوي. طبعا اذا حابين انكم تتابعوا مسلسلات رمضان وما عندكمش تلفزيون بالبيت وحابين تتابعوا هذا الشيء على التليفون، فبقول لكم انكم وصلتوا وما وصلتوش. وصلتوا انه هذا التطبيق بس موجود على الاب ستور، مش موجود على اندرويد. يعني لكل حدا معه ايفون بيقدر ينزل هذا التطبيق، ينزل لعندي على الوصف بيلاقي في لينك، بيتبع هذا اللينك بينزل هذا التطبيق وبلش يحضر المسلسلات. إذا حبيتوا واستفدتوا من هذا الخبر تابعونا وحطوا لايك وبشوفكم فيديوهات جديدة. باي.